متى يجب الوضوء؟ يعني نواقض الوضوء، نريد نتكلم نواقض مفسدات الوضوء. الخارج من السبيلين مطلقا، الخارج من القبل او من الدبر، من ذكر او من انثى. باول، غائط، ريح، اي خارج من السبيلين ناقض الوضوء. الثاني زوال العقل، اذا زال العقل بسكر او جنون او اغماء. أو نوم. كذلك أكل لحم الجزور، أكل لحم الإبل ناقض الوضوء. فلا يمكن أن يصلي حتى يتوضأ. نعم.